بسم الله، النهارده ان شاء الله هنشوف مع بعض برنامج نفس وركس فريدم. ايه الفرق بين اتوديسك نفس وركس فريدم واتوديسك نفس وركس مانجر؟ الفكره كلها ان نفس وركس في 3 اصدارات. في اصدار للمانجر ده بيبقى فيه كل الامكانيات، وفي اصدار سيموليشن بيعمل محاكاه بس ما يقدرش يعمل حل للتعارض، وفي اصدار مجاني تقدر تحمله وتشتغل عليه اسمه فريدم. ده بيقدر يفتح المشروع ويستعرض المشروع. تمام، طيب تعالى اقول له اوبن، ابص الاقي الامتداد اللي بيفتحه ان دبليو دي او دي دبليو اف. طيب انا دلوقتي لازم احول المشروع بتاعي من ان دبليو سي او ان دبليو اف لان دبليو دي، فهعمل ايه؟ لازم يكون عندي اوتوديسك سوركس مانجر، يعني فرض ان انا اشتريت نسخه وشغال عليها. المدير بتاعي ما عندوش البرنامج دوت وما عندوش لايسنس، فممكن يشتغل بالفريدم لان هو مجرد هيفتح المشروع يشوف الغطاء بتاعتي ده اللي هيهزقني الحاجات دي. فهقول له اوبن وافتح المشروع، ابص هنا الاقي ان هو ما بيسيبش حاجه غير لما افتحها. تمام، فهقول له ايه؟ افتح لي اي مشروع، اي حاجه ساعه كده ان دبليو سي. تمام، طيب هو ده المشروع عايز احوله ل ان دبليو دي. حاول قدر الامكان ما تقولوش سيف از، احسن حاجه امشي صح، قول له اوت بوت، قول له ان دبليو دي، صدره ل ان دبليو دي. بتكتب الاسم والسبجكت واللي عمل المشروع والبابلشر والكوبي رايت والكي ووردز. ممكن اقول له اكسباير، يعني خلي النسخه دي مثلا تفسد بعد قد ايه. تمام، يعني هي تفضل شغاله مثلا شهرين ثلاثه وبعد كده مش عايز حد يفتحها. ليه؟ لان انا اكون عملت اصدار تاني وتالت ورابع، او عشان ان انا اخلي مدير يجي لي ويقول لي يعني عايز منك نسخ كمان والحاجات دي. طيب الفكره ان ان دبليو دي ما بتقدرش تعدل عليه، ان ان دبليو دي دوكومنتس، يعني حاجه بتبقى خلاص خلصت المشروع ومحتفظ بيها بقى، بحيث ده اخر حاجه وصلنا له مثلا في شهر يناير، اخر حاجه وصلنا له في شهر فبراير. تمام، فاقول له ايه؟ اوكي. بيقول عايز سيفها فين؟ هقول له ماشي، سيفها لي هنا في نفس وركس الدارين، بسميها مثلا 13 اي حاجه. تمام، طيب اروح هنا بقى بالفريدم اقول له اوبن، الاقي ال 13 جت، فاقول له اوبن، لا ظهرت معايا. طيب ايه الحاجات اللي هو اتاحها لي؟ اول حاجه نفس النت، تقدر تستعرض المشروع، تقدر تبص في قلب المشروع. ممكن اقول له شيفت مع زرار في النص عشان ابدا الف. تقدر تعمل زوم البكره، تقدر تعمل سيلكت، ممكن ادوس سيلكت اول من هنا، او ممكن اقول سيلكشن تري، دي الشجرة بتاعت المشروع ده مثلا ليفل واحد، ده ليفل اتنين. يعني ممكن مثلا انا مش عايز حاجة اشوفها في ليفل اتنين دلوقتي، اعلم على ليفل اتنين واقول له هايد، او كده عمل لي ايه؟ اخفالي الحاجات اللي في ليفل اتنين، اخفالي الروح. انا دلوقتي شغلي كله في الدور الاولاني، فانا عايز اركز على الدور الاولاني والغي كل الباقي. تمام، ممكن اقول له هايد ان سيلكت، يعني اكون انا معلم على بعض العناصر دي انا عايز اركز عليها، واقول له هايد ان سيلكت، خلاص هي دي العناصر اللي معايا اللي هبدا اركز عليها. تمام، ممكن اقول له ان هايد اول عشان ابدا اشوف بقيه المشروع. تمام، لو في لينك بيبدا يظهرها لي بحيث ان انا ادوس عليها يدخل على الموقع اللي مرتبط بيه العنصر دوت. تمام، غالبا بتكون انت مثلا نزلت فاميلي من شركه معينه فهي حاطه اللينك بتاعها. كوي بروبرتس اول ما تقرب من العنصر يبدا يجيب لك الايتم نيم والايتم تايب بتاعه، وتقدر تغيرها من هنا من الاوبشن، تقول له انا عايز في حاجات تانية اهم بالنسبه لي. دي الخصائص بتاعت العنصر،
عايز اشوف فين الكويك بروبرتيز اهيت، تمام. ديفينيشن ممكن اقول لا انا مش عايز حاجه من الايتم، لا ده انا عايز حاجه مثلا من اي حاجه بقى. ممكن تقول انت مثلا عايز تشوف الفيس، عايز تشوف ريفت تايب، وتبدا تحدد البروبرتي بتاعتها، هتبدا تغير الخصائص اللي موجوده هنا. ممكن اقول له انا عايز اشوف البروبرتيز بتاع كل عنصر، اول ما تعمل سيلكت على اي عنصر يقول لك العنصر دوت الخصائص بتاعته كذا، النيم بتاعه، التايب، الجايد، الايكون، الماتيريال، الريفت، بتلاقي كل الخصائص اللي في قلب برنامج الريفت موجوده هنا بشكل يعني اوفر مبالغ فيه، تمام. الفيو بوينت، الفيو بوينت اللي هي كان الشاشه اللي هنا ديت، كنت بتقدر تشوف منها شويه صور للمشروع. هنا البرسبكتيف ده الكاميرا، ممكن اقول له انا عايز حاجه دي شويه لقطات، بقول له مثلا عايز اشوف الكيتشن، عايز اشوف الفريم يارد، عايز اشوف الليفنج روم، بشوف الصور اللي اتاخدت في البرنامج اللي قبل كده اللي هو نفس وركس مانجر، ماشي. ممكن تعمل الاين كاميرا، الاين للواي، الاين للزد، شو تايتل بار دي ممكن بتطلع وتنزل بيها، بس هي مقفولة. في بعض الحاجات بتبقى مقفولة في الفري، تمام. ده مكعب للرؤية، بقول مثلا السنتر، عايز سنتر، محدد السنتر اللي انا هبدأ ألف من عليه او اركز عليه، ده بنوت السنتر بتاعي مثلا، السنتر دي السنتر بتاعي، تيجي في نص الشاشة اقول له زوم، انا عايز اعمل زوم، عايز اعمل روند، بيجيب لي اخر لقطات انا كنت فيها. ممكن تكون انت في مكان وغصب عنك الماوس حرك، فلقيت نفسك في الشارع فعايز ترجع تاني، اربط بلف الشكل بتاعي بالشكل دوت. لوك اراوند، لو انا واقف في اي مكان وعايز ابص حواليا كأن انا فعلا في الموقع. لوك ات، بقول له مثلا الحتة ديت، هو بيبدأ يبص عليها. فوكس، انا عايز اركز على النقطة ديت، خليها هي في النص بالظبط، تمام. ووك، كأن انا بمشي في قلب المشروع. فلاي، انا بطير، صور مان. بعد كده ممكن اخد شكل بني ادم في قلب المشروع بحيث اركز على الارتفاعات. ممكن اقول له انا عايز سيرت بيرس النوت، ده الانسان اللي انت تختاره عشان ايه تمشي بيه في قلب المشروع. ممكن تشيل على العاديات، وده اللايت، او قلت له فول لايت. او ريد لايت او نو لايت، تمام. هنا هل انت عايز الفول رندر ولا شيدد ولا واير فريم، شوف المبنى واير فريم ولا هيد لاين. انا ممكن اقول له جرافيتي بحيث ان هو يبقى ملتزم بان هو يبقى ماشي على الارض، ولما يقابل اي حاجة يقف عندها ما يكملش. اهي انا اخليه بس يدخل جوه المبنى، وبعد كده اعذبه اقول له ايه
ما تخبطش في حاجة، ما يعني الحيطان وكده لازم تقف عندها. هو كده قابل حتة فمش قادر يتحرك، زي كأنك بتلعب لعبة جيمز فبتحدده بأن هو مثلا في ألعاب الجيمز كاتا والميدل ميدل اوف ميدل اوف مش عارف اسمها ايه، ميدل اوف اونر، مبيبقاش بيقدر يعدي الحيطان، تنسف انت الحيطان بالبازوكا والحاجات ديت. طيب انيبل سيليكشن بيعمل لي ايه؟ تعال نشوف كده ايه اللي حصل للمبنى ونلغي الراجل ده، احنا مش عايزينه معانا دلوقتي. في جزء من مبنى شيل ليه؟ هو عمل لي سيكشن بوكس، السيكشن بوكس ده اخفى بقية الحاجات، فانا هقول له انا عايز موف ابدأ اتحكم انا في الشكل دوت اهو. تمام، هو عمل لي الخط ده، انا اقول له ممكن انا عايزها الشكل بوكس اهو. ممكن تقول له روتيت، روتيت مع الموف هتبان اكتر، ننزل شوية بالموف. فهو عمل سيكشن بشكل مايل، او ممكن تقول له سكيل تصغر السكشن بوكس شوية، ممكن تلغي السكشن بوكس. الريفيو ببدأ احط انا شوية ابعاد، مثلا بقول له من هنا لهنا كام، فبيقول لي من هنا لهنا 19 متر و70 سنتي. طب من هنا لهنا ببدأ اقيس شوية حاجات كده. تمام كلير، في كومنت، لو في حد كده كومنت تبدأ انت تقراها. انيميشن فيو، هنا بالجريد ممكن اقول له اقفل الجريد خالص، او انا عايز الجريد بتاع اي مشروع لو في كذا مشروع، او عايز الجريد ده يكون في الدور التاني تبدأ تشوف في الدور التاني. طب عايز اشوف في الدور الاولاني، عايز اشوف في الفاونديشن، يبدأ يطلع وينزل معاك. وانا ده بتغفي الكيوب دوت والنافيجيشن بار، ده الاكس واي زد هتشوفهم هنا، وهتشوف الاكس والواي بتاعتك والزد والجريد لوكيشن. تمام، انا ممكن تقول له فول سكرين وتطفيها ب F11. فيوز بيلت ممكن تقسم اللوحة نصين تشتغل عليها. الباك جراوند لو انت عايز تغير لون الباك جراوند بدل ما هو اسود تديله اي لون تاني. ده الباك جراوند بتاعي. الويندوز لو انت عايز تتفرج على البروبرتيز، لو عايز تتفرج على حاجة بتقدر تظهرها من هنا او تخفيها لو انت عايز توفر مساحة. هنا عندي لود ورك سبيس، دي ايه النوافذ اللي ظاهرة وايه النوافذ اللي مختفية. يعني ممكن اقول له حمل لي مثلا سيف مود، خلاص هو بيجيب لي الحاجات اللي ايه اللي انا بفضلها لما بكون شغال في الحاجة ديت. تمام، دي طبعا لو انت الشاشة بتاعتك كبيرة ممكن تفتح كذا حاجة، انما لو الشاشة صغيرة زي حالاتي بحاول اسيبهم كلهم. وفي الاخر الاوتبوت بتاعي ان انا اطبع بس، مش مديني اصدر لحاجة، لان ده ان دبليو دي. تمام، ده نظرة معقولة على برنامج نفس وركس فريدم، بحيث ان ممكن الواحد يكون مش محتاج المانجر وعايز يتلخبط او هيتلخبط، فممكن يجيب النسخة ديت ويشتغل عليها ودي ببلاش. عمر سليم.